للعالم كل إنسان شريف إنه يوقف معنا. أمهات فلسطين تصرخ تصرخ إلى العالم، أين العالم؟ أين الضمير الحر؟ أين الضمير الحر؟ أين العالم؟ أين أمهات العالم يشعرون في الأم الفلسطينية الذي تعاني؟ قدمت الأسيرة والشهيدة والشهيد، أين العالم؟ لم يحزنوا علينا، لم تطرف ليهم عين، بل احنا الاقوياء، وهذا وطننا، وهذا وطننا. وكل تحيه لامهات شهدائنا، والى امهات الجرحى، ولكل ام اسير، وكل انسان عنده شرف وعنده مروءه الان يقف معنا في المسير الحاشده من اجل الاسرى. يعني نطلب منهم انهم يعني يكون فعاليات اكثر، وتكون حركة أسيرة أكتر من بس يوم الأسير، مزبوط ولا لا؟ يعني إحنا بدنا زمان لما كنا نعمل خيام ونقعد كان في حركة أحدى، واليوم فش إلا بس إيش، بس لمناسبة، بس واحد مرض، ما حد صار فيه مشكلة فبنزلوا، يعني بصير فيه فعاليات. اليوم الناس بطلت، ملت، إذا الأهالي ملت طب مين بده يوقف مع الأسرة؟ يعني فبتمنى من الله العلي العظيم ان الكل ينظر لهم، يعني اللي فيه سرطان، اللي فيه اللي هي ميت ومش عارفين يطلعوه، مش عارفين شو بدنا نعمل. طب انا شو عامله تيرجعوني؟ بكون انت سحبنا لك التسريع. بناشد كل عنده ضمير حي، كل انسان، كل عنده شرف يكف مع الاسرى واهالي الاسرى. احنا بناش ملفهم ينحط تحت الطاوله، احنا بدنا ملفهم يعني فوق الطاولة، الكل يشعر فيهم في هذا الأسرع. للأسف يعني إن شاء الله خير. رسالتي إنه الله يفرجها عليهم، ونطلب من كل الدول العربية اللي بتمثل قاعدة مع اليهود، نطلب إنه يوقفوا مع أولادنا، يوقفوا مع أهاليهم، تعبنا، يكفي ذل ويكفي هم. الله يا رب يفرجها عليهم يا الله. نطلب من كل الدول ومن كل العالم يوقفوا مع أولادنا. كل الناس لازم تنزل توقف مع الأسرى بصوت واحد، كلمة واحدة، الحرية للأسرى. الأسرى، في كثير أسرى مرضى في سجون الاحتلال بدهم مساعدة. بناشد كل المؤسسات توقف مع الأسرى، تنزل تقول كلمة حق الحرية لكل الأسرى.